القطعه اللي انا عايزه اوريها لك دلوقتي دي هي مفتاح الكعبه. ده يعتبر من اقدم مفاتيح للكعبه، وهو صنع في العصر المملوكي، صنع في مصر هنا، حديد متكفت بالفضه، عليه ايات من سوره الفتح من القران الكريم، وعليه اسم السلطان شعبان. الحقيقه ده كان جزء من التجهيزات اللي كانت مصر في البدايه من العصر المملوكي كانوا بيبعتوها للأراضي الحجازية لموسم الحج. أهمية المفتاح ده هنا، إن وجوده هنا ده طبعا يعتبر من القطع الرئيسية والمهمة، ثروة الموجودة لأنها نادرة فعلا، إنه راح الكعبة وفضل في الكعبة لفترة ورجع لنا تاني. مصر كمان كانت بتبعت المحمل، كسوة الكعبة اللي كان مصر بتبعتها سنويا، تتنقل من مصر إلى مكة في 3 شهور على ظهر الجمال وبالبحر. ده حصل من عصر الدولة المملوكية إلى سنة 1963. الكسوة دي كانت بتنتج أو بتصنع تماماً في مصر، وكانت في مكان اسمه بيت الكسوة في الخرنفش، وكان بيحصل زي احتفال كبير جداً 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 في اليوم اللي بيتحرك فيه أو بتتحرك فيه كسوة الكعبة من مصر إلى المملكة العربية السعودية. المحمل ده ما كانش بيرجع إيده فاضي، كان طبعاً بيرجع بإيه؟ بالكسوة القديمة بتاعت الكعبة، ويفضلوا يقصقصوها ويقطعوها ويدوها لمين؟ للنبلاء وللعلية القوم وهكذا. لحد ما نتقابل تاني اكتشف مصر من بيتك.